اللي بشيخ الان انا نحاول يعني نروح توجه المنتخب الوطني، فيه تغيير على راس المنتخب الوطني بذهاب رباح مجال، يعني كيف استقبلت القرار؟ يعني ما منش باغي نسمع الكلام اللي قلته من قبل. ايوا نفونتي انا نخرج كاش كلام جديد. هو شوف في الكرة القدم لو كان نتكلموا بلا لوجيك بالمنطق كما يقولوا، مجر لعب 6 مقابلات اميكو، ربح 3 وخسر 3، دونك 50-50. كيفاش راح تقيم انت هاد الشيء؟ هكذا، هذه واحده. وثانيا المشكل ماهوش في كي الناس حبوا مجر يتنحى، ماشي المدرب ماهو حتى واحد، الفريق الوطني ما راح حتى واحد ينجم اي مدرب يجي ما يديرش ريزلتا والناس تنتقدوا ويتنحى ويروح. الالمان دات لاكوب دي موند عندها 4 سنين، البارح خرجت من لابتيت بورت، بصح الشعب الالماني ولا بريس لقاهم نورمال، سقساوه قالوا له علاش هذه الخساره وكذا، يتكلموا الناس حضاره يهربوا رايحين بعيد. ولكن واش ماشي مليح في هذه تاع ماجر؟ اون لامبريسيون كو ماجر سي تنسيونيست، جابوه مدرب تاع فريق الوطني هاجموه ب ب ب ب كيفاش يقولوا دون فاسون بروتال. علي بشيخ انا بغيت نوقفك في هذه النقطه، لكن هو كمحلل في بلاطوهات يعني مارس هذا النوع من بالعقل. احنا دوك مانيش نقول لك انا ماجر او مليح ولا ماشي مليح، لا راني نقول لك بلي ينجم مدرب او ماجر ما نجحش قبل ماجر الكاراز، ما نجحش قبل الكاراز النايكونس، ما نجحش الا رايفاس اللي حاوزوه هكذا. انا مانيش نقول علاش نحاوه ماجر، لا ممكن طريقه اللعب تاع فريق الوطني مع ماجر كانت رديئه جدا صراحه، ما عجبتنيش بكل صراحه، ولكن ما قبلتش هذاك الهجوم هذاك اللي عليه وعلى شخصيته وعلى الفاميليا، هذه ماشي مليح. انت ما تقبلش كون يهاجموا لك عائلتك، يقولوا راك صحافي ما تخافش تخدم، ما بصح باش يهاجموا العائله لا ماشي مليح، هذه اللي ما تقبلناهاش. لانه هو اليوم راح مدرب وراح وتنحى، دوك غدوه يجيبوا مدرب، يا هل طارك يجيبوا مدرب وهذاك المدرب نتمنى يجيبوه فرنسي باش يصيبوه حتى 7 وما ينجحش. هيا كيفاش راح تقيم انت الحاله؟ لا لكن انا علي بن شيخ نعرف يعني من الناس اللي كونسيوناو يعني رباح ماجر في البدايه، يعني ما ندمتش على هذا الشيء؟ لا 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 لا، ما تقولش كلام اللي ما قلتوش. انا نهار تكلمت على ماجر على جال الكاراز، جابوا لنا الكاراز مدرب يدرب غير لي زيكيب تاع الحبطه اللي لتحت دارني في اسبانيا هكذا. ماجر 15 سنه متوقف على العمل. بالعقل ما تجيبهاش مور ماجر، انت راك تفوزي كاسيون خليني نجاوبك. فهمني نهار ليك الفض، نهار جابوا الكاراز جابوه اونترينور لتحت تاع الدوزيام ديفيزيون ولا ليكيب ديرنيير تاع بريمير ديفيزيون داكور، وغير الخساره كانت غير الخساره هكذا. انا واش قلت؟ قلت مادام جابوا الكاراز مالا ديروا ماجر تاعنا خير وما يسقمش 21 مليار اخي هكذا. ما قلتش ماجر احسن مدرب او مدرب ضعيف، لا قلت لو تخلي الكاراز ولا ماجر نديرو ماجر. لكن علي لو اسمح لي، هذا منتخب وطني مش ما نديروش حق التجارب، ما نجربوش هنا، ما نجربوش احنا انا ككونسلتون من درايي هكذا، كيما انت دوك تسال وتمد رايك، مي ماشي احنا اللي نديسيديو. لا علي بشيخ انا والله نبغي الصراحه تاعك انك انت يعني تعرف قبل اي واحد بانه رباح ماجر يعني ما يملكش المؤهلات صراحه، سواء مؤهلات اكاديميه ولا المؤهلات يعني خبره في الميدان، يعني من المفروض علي له. اسمع على بالي حبيت تديني الملعب ديالك. لا 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 لا، وانا راني في وهرن عندك بصح ما مرحبا بك مرحبا بك. الله يسلمك ما تدينيش عندك لانني في وهرن عند روحي. بارك الله فيك. صح شوف المثل واش يقول؟ الناس تاع الكرة القدم اوروبا اوف امريكا توجور يقول لك سي لي جوار كي فو لونترينور هكذا. المدرب يجيب تو سكي سيستيم دو جو تاكتيكمون ديسيبلين دون لو جو ديسيبلين اون دور دو تيرا، هادو يجيبهم المدرب، ولكن اللعب في التيرا اللاعب اللي يجيبوه. الاسبان كان المدرب اللي تنحى بسمانه ولا بيومين قبل الكوب دي قبل الكاس العالم هكذا، بصح جابوا ايرو كان مساعد كان ماناجر، جابوا ايرو جوز لي ديبلوم تاعو وكان لعب 4 كوب دي موند عنده تجربه وكذا، بصح ايرو لو كان حكم فريق بنما ما يدير ما ينجحش ايوه، بصح كي حكم اسبانيا ماشينا تمشي كي الساعه، كون انت قاعد تدربها تنجح
فهمني؟ ولهذا المشكل، شوف المشكل دوك. لكن علينا في هذه النقطة بالذات أيضا، يعني انطلاقا منتخبنا الوطني أيضا فيه لاعبين يتمشوا كالساعة، من المفروض رابح جاز، من المفروض رابح ماجر ما يوجدش صعوبات. لا ما كانش ليكيب تاعنا، ما شوف أنتم ولا تحبوا الفريق الوطني قولوا الحقيقة، ما عندناش لاعبين اللي يدوروا على الساعة، ما نكتبوش على أرواحنا، ما كاش ما يكذب عليك عندنا لاعبين يدوروا كالساعة. لو كان تاخذ من الأن للأونز تشوفهم كل واحد وين يلعب ودير التقييم تاعهم تصيبهم مستوى ماهوش كبير. محرز ماشي مستوى كبير علينا صراحة. لا ما قلتش محرز، قلت لك من الأن للأونز كل واحد دير له لافيش تاعه. كاين محرز وكاين إبراهيمي. كي كان غلام كان مليح. غلام دوك تبليسة إن شاء الله نتمنى له يعاود يرجع. فهمني؟ بصح الآخرين مستوى عادي. مويا فهمني بصح المشكل يا اخي دوك ولا نحبوا فريق الوطني تاعنا هذا غدوه يولي يفرح يولي الناس تزهى وكذا. اتكلموا على الشامبيونات تاعنا في الجزائر اللي راهو اكبر عفن في العالم. باش دير فريق وطني قوي لازم يكون عندك شامبيونات قوي وصافي اونات باللاعبين اللي يكونوا يخرجوا منها لقدام ملاح، باللاعبين اللي يكونوا ليه ملاح، ودير فريق وطني قوي في المستوى. هل يعني في نفس الاطار يعني رابح ماجر محسوب عليكم على الجينيراسيون تاعكم يعني ما اثرش على الجينيراسيون تاعكم؟ لا 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 ما محسوب، كل واحد محسوب على افعاله. فهمت؟ ما محسوب انا علي بن شيخ نحسب على روحي، ما اللي على ماجر لا على كويسي لا على سليم. لا ما اثرش على الجينيراسيون تاعكم يعني ما ياثرش لان انا محلل، راني محلل مدة 3 سنين ولا مش عارف شحال، ما حبيت ندخل في أي حاجة، إني تدريب، إني كرئيس، لأن نعرف بلي معفنا، هو يتحمل المسؤولية على وسرات. لكن علي له هو يتحمل. علي له زكيت يعني قرار تعيين رابح ماجر على رأس المنتخب الوطني. من المفروض عندك تتحفظ علي له. لا لا أنا فهمتك، قلت لك كي تكلمت على ماجر كي درت بالقا كاش يقولوا كومباريزون أونتر الكاراز وهو. أنا باش يجي الكاراز مدرب ضعيف ويدي 21 مليون نعطيهم الجزائري، كان ماجر أو بلومي أو أي واحد جزائري اش بريفير يديها جزائري وما يديهاش الكاراز. كان جابوا لنا مدرب في مستوى احنا قابلين، وأنا كنت نقول جيبوا مدرب قوي وحطوا معاه جزائري، كانوا ينجموا ممكن يحطوا ماجر معاه أو يحطوا معاه، أنا طلبت مام يديروا ثلاثة معاه لأن غدوة المدرب الجنابي هذا يجي نهار وين يروح. لا ليلو الان يعني ورقه يعني اللاعبين تاع 82 وكذا يعني الان الورقه هذه من المفروض يعني صاي من المفروض تمسح من الخريطه يعني. يعني الان جربنا رابح ماجر. على بالي انتم ما تحبوش 82 خاطرش اللي يدير حاجه مليحه ما تحبوهش، انتم تحبوا غير اللي يتعفن اللي يعفن واللي يوسخ تحبوه. بصح 82 واش داروا لكم 82؟ لعبوا كره القدم. لا سامح لا سامحني سامحني ما نخليكش تجوز هذه. انتم ما تحبوش ال 82. علاش ما تحبوش 82؟ لان 82 لعبت كره القدم كانت في القمه، ولو ما كان حتى فلوس وما كانوش اللي مدربين في القمه. هذيك هي لا شونس تاع الجزائر لو كان جابوا لها مدربين في الخارج. ولكن علاش تتكلموا على 82؟ مور 82 كاين 86، مور 86 كاين نزيد لها. لكن انتم ما تحبوش جينيراسيو تاع 2014؟ نعم جامي. اللي راحوا دوزيام تور كوب دي موند. جامي ما تخلطوش، احنا جامي ضد فريق الوطني. احنا ضد لاعب اللي ما يلعبش مليح كرة القدم. راحوا دوزيام تور كوب دي موند بريزيل. اسمع شيخ نروح لا ما تقعدش تخلط لي 82 و2014 ومن بعد 2014 خلاص جاز. اسمع اسمع واش عليه 2014 جازوا بصحتهم ولعبوا وشرفوا الجزائر الله يسهل عليهم وتبارك الله فيهم. درك 2018 ما جازوش ان شاء الله 2000 شحال 22 اللي جاي 22 في قطر 22 في قطر ان شاء الله يخرج فريق وطني قوي وينجح ويشرف الجزائر. من بعد ما لازمش تكومباريو غدوه. انا علي لو تكلمت على الجينيراسيو تاع 82 بس 82 مسحها اتكلم على الاخر شحال 2014 اتكلموا غير على 14 انساو 86 82 انساو ما زدوش تاخذ راي ما زدوش تكلموا على احنا لعبنا مدينا مليح ماشي مليح التاريخ هو اللي يهضر. خسرنا دوكا تكلموا على 2014 قال 2014 داروا وكذا غدوه في 22 ولا جات فريق وطني قوي ويتكلم ما تقولوش خير من تاع 2014
نقولوا تبارك الله ان شاء الله يفوتوجو نخمو نروحوا شويه بعيد. هذا ما كان علاه نتحاسدوا بيناتنا؟ انتوما كل حاجه 82 العاديه نتاع الجزائر. لا انه لا 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 في فكر يعني متداول انهم يحاولوا يفرضوا نفوسهم يعني من لا شيء. لا لا ما يفرضوا لا نفوسهم لا والو. 82 لعبوا ربحوا دو ماتش هكذا، ربحوا دو ماتش وتكومبلوطاو الالمان والاوتريش ضدهم، والتاريخ هو يشهد. بدلوا قوانين على جال هذاك الشيء. قالوا انا غادي نروح الفيدراسيون الان. اسمح لي ودركا 2014 لعبوا وشرفوا الجزائر تبارك الله، وفيهم اللاعبين اللي لعبوا اللي حبسوا وكذا، نقولوا لهم حنا يعطيكم الصحه نتمناو ان شاء الله يجي. بصح انتوما كصحفيين يا ولدي اتقوا مولاكم، خذوا الشيطان اهدروا على الشامبيونا اللي راهو اعفن شامبيونا في العالم. تكلموا على هذا ايا تكلم كاترفن ايا كاترفن دوسب، ديروا لهم واش حبيهم بعد هذه هي الجزائر. عليلو الان فيدراسيون يوجد على راسها خير ديزاتشي، والرابطه الان يعني عبد الكريم مدوار يعني ماك تشوف يعني الان مخطط تدبير كره القدم الجزائريه يعني كمل الان. لا الشامبيون تاع الجزائر مدمر يا اخي. شفت واحد القبر تاع بنادم كيموت غدوه كيموت يا اخي يحفروا له هكذا، مازال غير الترابام يرميو فيه. تفائلوا خيرا مع زاتشي وعبد الكريم مدوار؟ صراحه نقول لك واقعي انا ما نتمنى حتى خير في الكره الجزائريه، صدير بليتو ما كاش يقولوا ما نستنى. ما تنتظرش حتى يعطيك الصحه، مانيش نستنى لان يعني عارف بكلي كلش معفن. ني زاتشي ني مدوار ني فلان ني فلان ني فلان ما ينجموا يديروا حاجه. لازم قرار سياسي من الفوق. قرار سياسي يحبس العفن. وين كاين الفساد؟ وين كاين العفن والفساد؟ وهالحرام هذا ما تنجملوا لا انت لا احنا نتكلموا برك. كاين ربي سبحانه يوم القيامه. عليلو سؤال اخر، سؤال والدوله سؤال اخر عليلو، يعني محاربه هذه الرداءة هذه يعني نجموا نقولوا تنطلق يعني من ذهب زتشي ومدوار؟ المفروض انا فهمتك دوك انت راك دير بلاني ما ينجم يفريها حتى واحد، فهمتك؟ لازم قرار سياسي. بارك الله فيك عليلو، شكرا. بارك الله فيك، شكرا. رضوان سمعنا واش قال علي بن الشيخ، كان متشائم الى اقصى درجه، ناقم على كل شيء، عكس كلام ايضا من المفروض ما كانش يقول كلام في السابق، الان راه يقوله. مثلا انه انا قلت له يعني كونسيون على رابح ماجر، الان راه ضد رابح ماجر، يعني ما تشوفش تذبذب في المواقف هذه. لا قعد ثابت، صاحبك راك صاحبك قعد معاه، من المفروض. اسمح لي رضوان بالك انت زميلك بالك ما تبغيش تحدث. لا والله والو انا بن شيخ نعرفوا المواقف تاعه ونعرفوا الخرجه تاعه، ولكن الشيء اللي يقوله علي بن شيخ انا بالنسبه لي عندها الحق وما عندهاش الحق، عندها 70% الحق، باسكو هو ديجا الي كونتر هاد الناس. الاولويه للاعبين القدماء والاولويه لي سون دو فورماسيون. قلت انا كنت تبعتها في احدى القنوات يقول باللي لي سون دو فورماسيون ils sont obligés على هاد لي كلوب، باسكو ما كاينش سون دو فورماسيون. ما تنجمش الكره الجزائريه تطلع راسها انت، باسكو نحكي انا دوك نعطيك كي يقول له نعطيك غير معلومه اللي قديرها مليح في راسك. اسكو انت هادو الناس اللي راهم يلعبوا في الشارع والناس اللي راهم يجوا من بعيد ويجوا يدوهم خير منا حنايا، ماشي خير منا. لا بيان سور. علاش راهم يجوا يدوهم؟ باسكو عارفين باللي هنا في الجزائر ما كانش تكوين. وكاين ثاني كاين حاجه كسموها النسيان، كاين لاعب يعرف يلعب ولاعب ما يعرفش يلعب، هذاك اللي يعرف يلعب يسمحوا فيه واللي ما يعرفش يلعب باسكو عندهم اوبجيكتيف مع هذا اللاعب. بارك الله فيك رضوان. نظن انا بن شيخ اللي يقوله على الكرة الجزائرية نظن عندها الصح. بارك الله فيك رضوان، يعني شوبير بن شيخ بخصوص ماجير قال انا قلت ماجير، قلت باللي ماجير لازم يكون لانه باش يروح الكاراز، يعني من المفروض اذا كان الكاراز وماجير نختار ماجير، يعني كيفاش تقول؟ عمر بن شيخ لا تكلم الصح، جاوبي طلابي بن شيخ يتكلم الصح، على ما يتكلم الصح. الشيخ دوك انت تجيب لي تقول لي انا قلت ماجر بيطو عالكاراس، قال لك لانه عالكاراس كان غادي يدي 21 مليون. انا نقول بلي ماجر بيطو عالكاراس، انا ما نقولش بلي ما نقولش مدرب كبير في بلاصه عالكاراس، انا نجيب ماجر اللي راه كيما يقول لك اللي ما عندوش ديبلوم، وانت تعرف هذا بالشيخ يعرف بلي ماجر كيما هو وجامي ماجر ودار عليه هذا اللي دار عليه. جامي بالشيخ بغى ماجر ولا جامي بالشيخ كان صاحب ماجر، كانوا صحاب ضد هذا الجيل تاع 2014. لا تقول الكاراز وقال انا كنت مع ماجر ضد الكاراز. لا انا نقول لك ماجر كان مستشار تاع زاتشي كي جابوا الكاراز،
ما كان مستشار تاع زرتشي كي جابوا الكاراف وكاع قبلوا بيه وكاع قبلوا ببلاكار مي جا قال لهم يا ودي اللاعب المحترم اللاعب المحترم واش تبغوا تجيبوه كاع قبلوا بها وكاع وكاع هضروها زرتشي تكلم قال لهم بلي ما نزيدوش نجيبوا اللعابه احنا محترفين ما جال قال لهم ما نزيدوش قال لهم كاين ولاد لنا ولادنا وين راهم دوك تاع ولادكم اللي كنت تهضر عليهم وين راهي ويقول لك بلي لي سون فورماسيون باش الشيخ يتكلم سون فورماسيون باش الشيخ شفتونا دو متر دو متراج قال له تتكلم كنت تفرج في الشامبيون تاع الجزائر قال لهم لا انا ما تشوف الشامبيون قيب كيبان اليوم راه يهضر على الشامبيون شوبير رضوان يعني بالشيخ ايضا بخصوص راك سمعت واش قال انه بخصوص يعني الجيل تاع 82 وين وجهنا لنا الاتهام مانيش عارف شكون استعمل الجمع راكم انتم ضد الجيل تاع 82 من المفروض يعني مانيش عارف واش لا لا احنا دروك رانا هنا باش نحلوا المشكله المشكله الوحيده هو الفريق الوطني احنا ما رانا مع الجيل تاع 82 ما رانا الجيل تاع 75 ما رانا في الجيل تاع 90 ما احنا ثاني يمكن نقولوا الجيل تاع 82 حتى ثاني عندنا حق تاع جيل 90 كنا من احسن اللاعبين مع انجمه كره القدم الجزائريه ولكن كاين شوا اللي نحترموا هذا الشوا انا بالنسبه ليا نعطيهم حل اللي قعدوا الناس قاعده تجتمع ويتفائلوا الخير لهذه كرة القدم الجزائرية ولهذا الشعب اللي هذا الشعب مناضل اللي يحب كرة القدم لأن في الجزائر نيميرو أن سي الفوتبول. بارك الله فيك رضوان يعني على ذكر جيل 82 يعني بالشيخ كان مدافع ويتهم ويوزع في الاتهامات كيفاش تكون؟ بالشيخ ضد هذا الجيل بالشيخ ماذا به يقعد زرتشي يقعد ماتر يقعد ويقعدوا هما يخدموا على بالك يخدموا مادام كاين مشاكل فساد في الرياضه كاينين ناس تاكل مثل الفساد وكاين مجموعه هو كيقول باللي الصحافه محصل في الصحافه محصل في مجموعه محصل هو الصحافه هو اللي جابته حطاته بيناته بالشيخ كان راقد قال له انا كنت نقيل بالشيخ قال له كنت فرش الشامبيونات قال له كنت نقيل بالشيخ عمره ولا بالشيخ مين يدافع لي صوت الان راه يدافع على الجيل 82 جيل 82 الشيخ خاطيه الجيل تاع 82 بالشيخ 78 جا تحلم وجاب اللوم وجا كملوا معاه الشيخ ما لعبش كاتر بدو بالشيخ القوة الشعب تاع المولودية تاع نفسية داروا في ليكيب ناسيونال اسمعني داروا في ليكيب ناسيونال زادوا الصحافة دمروه وصايك وراح داوه طاوه الشعب ولا بكل بارتي يعطوا شكارة تاع مايس يكملها بارك الله فيك شوبير رضوان يعني شو حتى بالشيخ راك سمعت انه ضد مدوار قال لك ما غاديش يجيب الجديد هذا مدوار يعني تشطران راي بن شيخ يعرف لا بن شيخ ضد الفساد ماشي ضد مدوار باسكو حنا ثاني مدوار بمعنى انه مدوار جزء من الفساد لا لا انا مدوار ما نعرفهاش وما كاش لي حديث عمري تلاقيت به معليش خطره ولا شوفو هو مدوار في ليكسبيريونس اللي عنده 40 في الميادين ولا بالك ينجموا ينقدوا الكره القدم دونك علامه استفهام علامه استفهام دونك نسبه كبيره قادر ما ينجحش حنا انا بالنسبه ليا كره القدم كون تقعد كيما هكا 70% ما تنجحش انا بالنسبه لي باسكو انا اللي ندخل نتفرج راني نشوف ونظن جوج ولا الكلام تاع خويا شوبير داك ما بقاش جيل تاع 82 وجيل تاع 90 هذا عيب كاين 40 مليون جزائري راهي قرا في هذا الفريق الوطني انا نعطيهم الحل خطينا من هذه الهضره بركونا من القيل والقال تلايموا ولموا الشم تاع كرة القدم الجزائرية خليها في الختام هذه رضوان خليها في الختام قولها شوبير بالشيخ ما تبي يتفائش خيرا بعبد الكريم مدوار تشاطر الراي على الاقل شاطر غير مره كونك مع بالشيخ غير مره لا نقول لك واحد اللي تعرفه كويره رايح واش تبان واحد صحفي ينتقد في زرتشي وينتقد في ماجر وينتقد باغي صاحبه الرئيس رافيطا سمي الاشياء شكون هو صاحبه كان باغي بوسناده هذا واحد صحابي يبان ما يهمش كان باغي بوسناده ويجي رئيس رابطه بالشيخ كان باغي يعلق انا ماشي راني ضد علق بصح كان باغي يعلق كان يلبو سادات بيناتهم كان يتلاقاو نقول لك انا نقول لك شوف الى انتم هضروا الصح لا معليش تفضل ضربت بالشيخ عنده علق صاحبه قال له نعاونوك في البلاطو ورانا هنايا ونعاونوك دارو صاحبو دار زتشي تاه مع مدوار بصح شو بيه قلت انه مدوار عنده حط ورقه لزتشي لا شلفت طلع وسلم عليكم لا زت جا مدوار بغى واحد لي بوست غيتحكم بيه هو اللي عين لي زار لي جان فوالا كيما
جا زاتشي عطاه ورقه بيضاء فيها صعود شلف، قال له هذه انت هذا هذه خدمتك وخا ما تجيش تدخل، قال له وديجا راهي شاعله بينه بين مدور وبين ذاك عمار بهلول هذاك، اي شاعله بيناتهم، قال له لازم تسكن هنا في الرابطه، وهي من الحق رئيس رابطه يجي طرواج وعنده ثلاث خطرات في الشهر، راه هذه راهي شاعله بيناتهم، مازال ما بداوش شاعله بيناتهم، بمعنى مدوار انه ما بغاش يجي كل يوم للرابطه. نتمنى هذا بالشيخ وهذو الناس اللي يدوروا هذو يتكلموا الصح، يقول لك خيانه كبيره من هذه الاتحاديه الجزائريه، يهضروا على ولد زميلي تاع زاتشي لي الدوسي تاعو ما دفعش تاع ولد زميلي. الهيئه التنفيذيه للكاف. ما عندنا حتى واحد اللي يدافع علينا، قطعنا كاع لي باركلوي قطعناهم اللي كانوا يضربوا علينا كاع قطعناهم. ما عندنا حتى واحد عضو ما كاش. بالشيخ راهم يبانوا لنا كاع الجيل تاع كاتر بانتو كاع كي والو. بالشيخ بالهضرة تاعه، هضرة تاع كويسي وهضرة تاع الناس هذو اللي يضحكوا عليه، هني مركب ولد غادوا يضحكوا عليه. بارك الله فيك. اسمح لي، لازم ناس تاع الدولة وناس سياسيين يجمعوا ويخرجوا بقرارات، خاطر زاتشي باش تقرا له يخرج بقرار، زاتشي يخمم في اللعابة تاعو تاع فرادو يبيع يشري يبيع يشري. ودروك نقولها لك رئيس اتحادية ستان ماناجير. بارك الله فيك رضوان. يعني على ذكر رئيس الاتحادية زاتشي، لما تم انتخاب مدوار قال تصريح مهم، قال انه هذا الانسان يقصد مدوار انه انسان تاع مرحله، بمعنى ما بين السطور انا مثلا نفهم انه جاي ينفذ مهمه ولا ينفذ به مهمه، وهذه هي وقبلها. يعني كيفاش تشوف انه شخص ما غاديش يكون مسير ناجح وما غاديش يدي كره القدم من سفينه كره القدم الى بر الامل؟ لا، سيت ان لونسومب، هذا باش تنجح كرة القدم سيت ان لونسومب، كاع اللي غيتجندوا ويخرجوا كما قال اخ شوبير بقرارات، نهار يخرج بقرارات صارمة وكل واحد يعرف الخدمة تاعه، تماك تتفائل خير كرة القدم الجزائرية. الناس دروك كاين عندهم ليزانتيري بيرسونال، على ليزانتيري تاع غادي يقدموا المصلحه الشخصيه قبل مصلحه الشعب الوطني. انا ما يقنعني حتى واحد، وما نستعرف حتى بواحد يقول لي انا نجي نخدم، كيقول لها من جيبي ولا من قلبي، كاع يجوا يخدموا المصالح تاعهم. بارك الله فيك رضوان، حتى واحد ما يدخلها لي. بارك الله فيك رضوان. شوبير يعني على ذكر بالشيخ قال كلام انه ضد اكاراس وكذا، وفي الكواليس يعني تحدثت معك على اكاراس انه غادي اكاراس مور كاس العالم، نهائي كاس العالم غادي المحكمة تنطق على الاتحادية الجزائرية وعلى الجزائر ب 135 مليار. ما بين أكاراس وماجر كاين مليون أورو، ما بين ماجر وأكاراس هذا سيزاتشي بالتسيير تاعو وبالتدعيم تاع ناس محللين كيما ذا بالشيخ وكويسي وصحافة اللي غير مشي، والآن فيه مدوار أيضا رداء يعني عبد. ما تقولش كاين مرحلة بين كل بيئة. أنا نقول لكم مدوار غادي ما يطولش مع زاتشي، خاطش عليه لا شو بين ما تشوش باللي الان فيه زاتشي فيه مدوار مخطط تدمير كره القدم سيكتمل الان نمروا للتدمير قبل نتحل زاتشي مدوار جا حل قبل الفريق الوطني بتاع التكنيك كله سايكل، لازم قرار سياسي ما كاش وما خايتين كاش. بارك الله فيك. كلمه ختاميه رضوان، اش غادي نقول لك انا؟ ان شاء الله انا ما نبغيش ندخل في الصراعات. معليش انا قلت لك الهدوء تاعنا. انا الشخصيه الرياضيه تاعي هي اللي رفعتني، والتواضع تاعي هو اللي رفعني الحمد لله. انا من هذا المنبر نوجه نداء لهاد المسؤولين عن الرياضه، خاصه المسؤولين، نتمنوا يتلايموا ويجمعوا الشم، وهذا الجيل تاع 82 تاع 90 تاع 2004 ما بقاش دروك مصلحه الفريق الوطني هي الاولى، دوك ما بقاناش احنا مازال عايشين بالباسي، احنا ثاني كنا لاعبين كره القدم كنا في مستوى رائع وكل شيء، بصح جا يا اون فان، كاين نهايه. دوك النهايه تاعنا حنايا واش غادي نقدموا لهذا الجيل اللي راه جاي؟ دروك انا بالنسبه ليا لموا هذا الشم، برك انا من نزاعات باسكو هذه النزاعات ما صارين في الفرق، لموا هذا الشم ونخرجوا على قرار واحد وقرار صارم. بارك الله فيك. انا نبغي الصرامه في الرياضه، نبغي واحد نبغي قرار صارم، كي نقولوا هذه كحله سيكو هذه كحله، كي نقولوا هذا الحاكم يتعاقب، كي نقولوا هذا المسؤول يحبس، كي نقولوا هذا بروبليم تاع مرور الشيطان ما كانش التسامح. شكرا رضوان. مين ما كانش التسامح؟ الكره الجزائريه تطلع ان شاء الله. رضوان قبل ما نعطيك كلمه ختاميه، شوبير
بن شيخ تكلم على قال فيه فساد في فيها عفن في البطوله المحليه، قال لك لازم نتحد نتكلموا على هذا العفن اللي راه في البطوله المحليه. شاط راه الرأي قبل ما نعطيك كلمه اختي اعطيني غير نقطه برك تفضل. الشيخ تكلم عليها، الشيخ هاي ذاته قال لك باغي حنا كيما الناس خرجونا كونونا، باغي انا نكون، قال لك باغي نكون شباب، باغي هذا الجيل تاع كاتر بندوك، واحد كيما ماجر وواحد كيما بالشيخ نتحداهم يقولوا لي خرجونا غير خرجونا كراع تاع جوار برك، كراع صنعنا كراع تاع جوار برك، يورونا شنو خرجوا. ماجر استخدم هنا في البطوله الجزائريه، وبالشيخ استخدم في بالشيخ قال ان البطوله المحليه فيها عفن في البطوله كبير. بالشيخ نونو ما يهدرش، بالشيخ نونو بالشيخ رقد مثل 89 هو راقد، ماشي راقد احنا نقولوا ما رقدش، كان يخدم بصح رقد على الرياضه ورقد باش يهدر الحق ورقد باش يخدم، ما خدمش حتى 2013 جابوه حطوه طوه كرسي بومباردي صحيح بومباردي، ودينا تاريخ تاريخ تاعهم كاع مزيف، ولاو على بالك لي ماتش اللي خسروهم قال لك ربحناهم، السعوديه خسر معاها 4-2 قال لك ربحتها، دونك ولاو يهضروا على لي ماتش اللي ربحوهم وهضروا على لي ماتش قال لك ربحناهم وما خسروهم، ما لعبوش ما قدموش الجزائر وما قدموش لعابه الجزائر، ما قدموا والو ما قدموا والو، باش يجي يقول لك تعاكم منا تعاكم، هما اللي وصلوا بالهضره تاعهم وبالكلام تاعهم والتاريخ المزيف تاعهم، هما اللي وصلوا الجزائر لهذه المرحله. كاينه كلمه اختامي شويه. الكلمه الاخيره نقول لك مطلب جماهير جزائريه، نطلبوا ان شاء الله بربي تعاود تولي ايام كما كانت، ايام كما كانت كما شناها كما شنا كنا ملاح وكلش ان شاء الله بربي. والمطلب تاع الجمهور راني داير 35 ولايه راني دايرها، يطالبوا بالعوده تاع السيد الحاج محمد راوروا لو كانوا رئيس شرفي. بارك الله فيك رضوان، شكرا، اسمح لنا ندير لك شويه من وقتك. معليش شوبير، بارك الله فيك، شكرا، وكل الشكر للساده المشاهدين، السلام عليكم.